بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، هذا لايف جاء في خضم أحداث وطنية وأحداث خارج الوطن، تقدر تقول دولية. اوبليجين نبدي ب عندي شحال من محور ان شاء الله الرحمن الرحيم. تصبروا شويه شويه معانا باش تسمعوا جل المواضيع، وماذا بيا الناس اللي تكون تعلق سواء معنا سواء ضد سواء ما عجبكش الحال، ماذا بيا شويه يكون نوع من النخوه والرجوله، حتى اللي باغي ينتقد ما يسبش، لانها انا روحي ما حياتي ما نسبش في اللايف اللي عندهم علاقة مع الشعب والعائلات يتفرجوك مع بناتهم وولادهم، الا اذا اضطريت انها الناس فاتت حدودها، وبالتالي الانتقاد يجوز، قول الرأي يجوز. انا عارف باللي العالم هذا ما هوش قاع صحابي، ما هوش للناس اللي في الجزائر برا، حتى خارج الجزائر وحتى في دواري وين نسكن انا، ما هوش قاع الناس راضية عليك وتكون رسول الله قاع. وبالتالي أنا من باب الأمانة، بغض النظر على كنت نايب أثناء نايب من بعد نايب، لأنها أنا عرفت على أنني الريكلامي على الناس حتى في الجامعات، وبالتالي لزاما عليا نقول للحكومة، ومن بعد نعرج على الحكومة، نقول للحكومة باللي مازال ملفات عالقة منذ سنوات، وعلى رأسهم الشبكة الاجتماعية اللي عندها شعب كبير إلى ما نقولش 2 ملايين ولا أقل، يخلصوا 540,000 سنتيم. قلنا عيب على الحكومات والناس اللي يتحقوا يمشوا للمسؤولية. أنا خدمتي نهضر، خدمتي ننبه الحكومة وننتقد الحكومة موضوعياً، ما نسب لا فلان ولا ولد فلانة، أنا ننتقد المناصب. وبالتالي راني نقول اللي اعتلوا الحكم واللي في يدهم الصندوق معناها الدراهم معناها الفلوس، ما راعيتوش للناس هذا، وحنا ادينا جزء من المسؤولية لأن كنا نواب شعب ننطقوا بسمواش ننبوع للشعب، مازال قاعد ميزر خريجي الجامعات حديث ولا حرج في الشوماج، وحتى اللي ما كتبلاش ربي ما قراش ما تهليناش فيه، تقولوا لنا درنا، ولكن ما يكفيش باعتراف الحكومات باعتراف المسؤولين كي يبغوا يخافوا من الشعب يقول لك نصارحوه. بالنسبة لطائفة الجيش كاين ربعة هضرت عليهم شحال مرة، الاستبقاء والمتقاعدين والمعطوبين والمشطوبين، هادو قلت اذا عندهم حق ما تحرموهمش باش ما يقعدوش يتلاوحوا باش ما يندموش على حاجه يسموها الوطنيه، وما يقعدش كل واحد يقول انا علاش وقفت مع الوطن، تالي حراني ترامى بيا بولادي. كاين جماعه السيارات المحجوزه ويعد بالالاف، والسيد وزير ولا السيد وزير الداخليه تتقول باللي ذا ملف معقد، بصح الناس راه تزوفري، لازم تفصلوا فيه، اللي يدي يدي واللي ما يديش ما يديش، ولكن لازم تفصل فيه الحكومة. القدرة الشرائية متذبذبة مريضة، تقولوا لنا كورونا حسن أعوانكم، ولكن نتمشوا حتى مع رئيس الجمهورية قال لك كاين الناس فرك في الحكومة ما قنعونيش، وحنا مؤخرا كريتيكينا الحكومه، قلنا كاين اللي ما يصلحش يكون حاكم بلا ما نزيد. الفلاحه في تماره معناه ميزيريه، معناه باللي حالتهم مريضه. المواله عايشين في الجبال بهم بولادهم، ولا خلاو اولادهم قراو ولا هما داروا المال، عايشين الى في الغلب ماشي يبيعوا لكل لحم النهار اللي ربي ما يجيبش المطر ويحتاجوا الدولة تعطيهم العلف، يدير 540 ولا 450،
منين يجيبوها؟ اللي عندها 100 شا 100 نعجة يبيع النص باش يوكل النص، و50 نعجة شحال هي بالنسبة للعائلة؟ 25 مليون، 50 مليون، 100 مليون تكمل. الناس عندها الديار وعندها الواطة وعندها هكذا، وراها تندب وتخلص مليح وراها تندب. جماعة الإبل اللي جاي من الجنوب في إليزي وتامر راس ورقلة وتندوف وأضرار، تاني هما نديب ومنديب، ملف التقاعد حلال حرام حلال حرام حلال حرام، ما فهمناش صراحة، ما فهمناش. قال الدولة عندها عجز وما تقدرش تسرح الناس، مشكلة. إذا حق القول، إذا ما كانش الفلوس بروبلام، بصح وين راحوا الفلوس؟ وين راحوا الفلوس؟ أهل الجنوب بصفة عامة ما يزرع، وماذا بيك الحكومة ما ديريش كي الحكومات ما تزيدوش على ظهرهم، تزيدوا ديروا الانتخابات بما فيهم ناس الشمال تاني ميزرين، تكر شحال من مرة هذه تادي أم البواقي تبسة خنشلة دور المنال، هذه بالبجاية للبويرة زيد تزي وزو بروحها، عندها ناس ساكنين في الجبل، هذه أرض الوطن. نمشوا الوهر ومعسكر مقرا وزيد زيد أهل النعامة مادام أنا بيها تاني نشكي عليها. نهار اللي يكملوا يجي ناس اخرين ماهيش مشكلة، حد ما يدوم في الملك إلا ربي. أنا برحتها ضاع في العهدة الأولى، قلت البرلمان ما يدومش والحكم ما يدومش، بصح الراجل راجل، بقى في البرلمان ولا خارج البرلمان. أنا عشت حياتي راجل حتى عمري ولا عرفت البرلمان، وأنا بس صغير مولا 18 عام، درت اللي درته في الجامعات ووقفت ضد الظلم، ودرت اللي درته وفقت في لاسوسيتي سيفيل وكل شيء بلا ما نكون لا برلماني ولا غيره. معناه الكارثه والشاكله اللي كما سليمان السعداوي ماهوش الحصان اللي تردني راجل، ماشي البرلمان اللي يردني نعرف نهضر ونعرف ندافع على الناس. هذا ايمان تاع نضال طويل، سلسله طويله بات فوق 40 عام اللي يعرفني. يحلوا البرلمان، يبلعوا البرلمان، السعداوي يبقى راجل ونبقى نقي، لان النقاوة تحايد عليك ولا تصير حرام. يا ما قالوا، يا ما قالوا في السعداوي، يا ما تهموا السعداوي، ويا ما ويا ما ويا ما. قلت لهم شحال من مرة اللي راجل يخرج ويقول هالحقائق. احنا السياسيين اللي نديروا نبريكونا في السياسة متعرضين للتهم. أهل النعامة، باغي نقدم لكم شكر خاص، كتر خير ولاد عمي ويكتر خيركم أهلي. ديت الحكم بتزكيتكم، ديت الحكم تزكيتكم، عمري ولا خدعتكم، ودرت اللي قدرني ربي ليه، اللي قدرت له درته. العيبيلة ديت رزق اليتامى، العيبيلة خونت ليكم حقوقكم، العيبيلة بزنست على ظهركم، العيبيلة ما هوش قاعد تبغوني حتى بهذا الفيديو تسمعوا، ما راني استعطف حتى واحد، ما راني استعطف حتى واحد. ياك ما فيهم اللي يضربها ابليس يقول بالك راه باغي باش يعاود. انا عندي قاعدة في الانتخابات، يهضر اللي بغى يهضر، الصندوق كسر القرون، كون نعود نخرج للضب الشعب يفرق بيناتنا، ماشي ولاد فلان وبني فلان ولا جماعة فلان والقهوة الفلانية هي اللي تقدر تطيح السعداوي. أنا كنت نترشح في جبهة التحرير وكانوا يجوا ضدي، حينما ربي يبغي ينصرك في 12 بلدية يزكوك، وما همش من لفلان، طائفة قليلة من لفلان، أغلبية خاطئة لفلان. ويرحم والديكم، كانوا يشوفوا فيا راجل صادق، وقدام ربي سأسأل يوم القيامة صادق بكري واليوم، عمري ولا خنتكم. أنا نقولها بصوت عالي، إلا يعرف أي حاكم في الجزائر باللي أنا ديت الرشوة
ولا استغنيت على ظهر الفقراء تاع النعامة يفضحني. هذا اللي بيني وبينكم، هذا اللي بيني وبينكم. يرحم والديكم، وانا الله اعلم حمرت لكم وجودكم انني نخرج من لا خاين ولا بشري ولا شراوني ولا بعت الدمم ولا طلعت بالرشوه، تعرفوني وراني نهضر في النعامه. اللي قدرت لا درته، ناس طلبوا مني الخدمه وكان اللي ما وفيت لهمش، ناس طلبوا مني السكنه وكان اللي ما وفيت لهمش. واللي يعقل، نهار اللي ترشحت خطبت في كل المنابر، قلت انا خاطيني الخدمه وخاطيني السكنه، قدام ولا تفوتوا عليا، عمري ولا كذبت على الناس، وخطاباتي شاهد عليا والشعب شاهد عليا. دافعت بما من قوه. الكلام ده لمن راني نقوله؟ راني نقوله ليوم القيامه، ليوم الحساب والعقاب. اما البشر تقول له اللي تقول له مازال يختله ابليس. وراني نقول باللي قضيه تترشح ولا ما ترشحش، نقدر نخرج للضد ويفرق بيناتنا، قاع تكرهني ونترشح والشعب يفرق بيناتنا، كرهك ما حدا ما يغير. تتقدر تغير غير روحك، ما تقدرش تغير الناس. واللي تكرها انت يبغوه الناس، ويمكن يكون العكس، انت لا تدري الناس تبغي ولا تكره، ما تدخلش في عقول الناس. وبالتالي المسألة دي مسألة ماهيش مضبوطة، ماهيش مضبوطة. وبالتالي انا راني نقول نهاية عهدة، برلمان تحل وندافع للناس بكري كما كنت والو، وندافع عليهم وانا برلماني، وندافع للناس وانا خارج البرلمان، لانه نضال، لانه قول حق. يقدر نشوفوا الناس يتميزروا وما نقولوش، ونقدر نقدم وصايا. انما ننتقد لا بالسب ولا بالمعايرة. انا قاع طبعي ما نبغيش ندير رجولتي على ضعف الناس بالسب وبالشتم. وما انا تاني كما جاش يستحيا من الناس، ونعرف باللي يتفرجوني عائلات، نقدر نقول السب والشتم والمعايرة اللي ما تصورهاش ولا ما يتصوروهاش. اذا خلاصة القول، ولاية النعامة مازال محتاجة في كل دومان. 12 بلدية راني نقولها لدرك، وقلتها بكري. ويرحم والديكم، ويرحم والديكم، ويرحم والديكم. 12 بلدية: الجنين، مقرار، سويسيفة، عين الصفرة، تيوت، عسلة، مشرية، النعامة، بن عمار، عين بن خليل، القصدير، البيوض. ان شاء الله راني ما نسيت حتى واحدة. 12 بلدية. كتر خير ولاد الرجال، يكتر خير ولاد الرجال، درتوا فيا الامان، ان شاء الله ما خدعتكمش، انما حتى الا قصرت الله غال. هذه حكومة ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. حاجة واحدة اخرى، شكرا لكل الناس وخاصة المجتمع المدني والجمعيات اللي جاو كرموني كأحسن نايب في 2017 من جلفة، ولاد عمي ولاد نايل ومسعد وأهل مسعد والبليدة وبسكرة وتبسة خنشلة وتلمسان والبويرة اللي جاو فيها الشعراء والمسيلة وتيارت. سمحوا لي إلا نسيت. يرحم والديكم، وشكرا على اللوجيست اللي درتوه. 35 ولاية، يرحم والديكم وشكرا على اللوجيست اللي درتوه. انا ما عطيتكم لا رشوة، انتوما قررتوا، انتوما اللي درتو، حنا اللي علينا استقبلناكم. ويكثر خير كل الجماعة تاع عين الصفرة ومشرية وكاع الجماعة اللي كانوا ينوضوا معايا ويقولوا فيا كلمة خير. ونمشي للوطن، اغلبية ولايات الوطن عندي فيهم ناس قلال ماشي كاع شعب. يرحم والديكم على كلام الخير، ما لقيتك شتو خطرات يديروا فيا الدعايات وما تأمنوش، يديروا ظلمهم وما تأمنوش. يرحم والديكم ويكثر خيركم، والله يفرقنا بلا ذنوب. سمعت هذه دنيا، كاين الحاكم غير ربي، غدوه ماكش عارف واش غادي يصرى. البرلمان تحل
وبنجي نقول لكم يرحم والديكم، ما هو لا نبكي ولا نطلب. انا مبدا الدنيا عايش بالنفخه، كنت كي نبغي نتحدى الناس ندير قائمه حره ندخل الفوت والصندوق كسر القرون، الشعب يعطيني ولا يهيني، لا اعبى ولا بحاكم ولا باللي يهضر في القهوه ولا يقول اللي يقول نطيحوه ولا اللي يحرش الناس، لا اعبى بهم. اثبت ان وقف معايا الشعب في ثلاث محطات، في ثلاث محطات وقبلها وفي محطات بزاف، وما ننساش جماعة تاع بشار اهلنا في الجنوب تاع بشار وورقلة، وما ننساهمش اليزي وتدوك الجماعة هذو كاع، لان عايشين الغبن ولادهم ماهوش كاع الناس عايشين الرفاهية. كاين الحكومة، الحكومة الضربة الأولى ما بغيتش ننتقد النهار اللي دارها رئيس الجمهورية، لأنها جات عيب مجتمع، بعد عام انتقدتها، وأنا اللي طالبت بأغلبية من رحيل كما الناس، أنا برلماني، ما كانوش مقنعيني، إحنا كما كنا نشكو بعدنا نشكو، وهما ما عندهم لا خارطة الطريق لا استراتيجي. معناه لا احنا فادونا، لا الشعب فادوه، لا الرئيس فادوه، لا البلاد استفادت، ومازال عاد خاص في نظري انا كان عاد لازم يروح وحود، كان لازم يروح وحود، ولو انه هذه الخطره دي من هذه 3 شهور هذه تدير غير الخطوه الاولى تاع الانتخابات وتندار حكومه من بعد الانتخابات. الشعب محتاج يا الواغش، احنا رانا لاباس علينا، ربي نروحوا ليه، كنا فقر ولينا لاباس علينا، ولكن ماهوش معناه باللي ممنوع علينا نهضروا على الفقراء. حنا الفقر عشناه ماشي قريناه، البرلمان كملنا معاه وتهنينا من الحصن، واللي هو باغي الشعب، ونتمنى الشعب، راني هضر للشعب، ما تفوتوش على الخاين، ما تفوتوش على المرتشي، حتى إذا كان ولد عمك وتالي حد تقعد تسب فيه ما تفوتيش عليه، تندم في الدنيا وتندم في الآخرة، ويبقى حالكم هو فوتو حتى اللي تحسوا به فيه الندرة نتاع الخير، ولا تسألون يوم القيامة عليه. صح اللي تعرفه خاين ولا يا ودي ما يا ودي ما تعيطوليش كي نكون ندير اللايف الواش، ها رانا قطعنا على الناس حكيم، ما تعيطش راني ندير اللايف، ما تعيطش. وبالمناسبه سلامي لولا جماعه باتنا نسلم عليكم ان شاء الله. انا داري لا رانا راك عارف رانا دخلنا في درك في بالنسبه للحكومه، قلنا باللي حتى الرئيس ما تخدعوش، اللي ماهوش قادر يقول لها ما نقبلش ماهيش عيب، اللي قالوا له باغي دير قالوا دينا ما نقدش، بصح اللي يقبل معناه راك تحملت المسؤوليه حتى مع الرئيس. البرلمان ده السب بزاف، ونداء للشعب ما تفوتوش على اللي خارج الطريق ولا تعرفوا فيه اللولة، باش ما تقعدوش تسبوه بيه بعلاه، حتى واحد قاع حتى اللي جايين ما يقدرش يافي بالغرض، ما يقدرش يدير لكم الجنة، يقدر يدير 1% 2%، الشي اللي كنت نقول انا منذ سنوات، وانتم مسؤولين على اصواتكم، باش خطر اخرى ما تقولوش برلمان الحفافات، برلمان الخيام، برلمان الشكارة، برلمان المنافقين، انتوما سبابه، ما تفوتوش على النوع ده باش ما تولوش تسبوه، ما تفوتوش على اللي خارج الطريق ولا تسبه، انتو تاني تحملوا مسؤولية، حتى ابن عمك ما يصلحش، انا شخصيا راح سولوا وتعرفوا ابن عمي، كنت نقول لهم اذا انا ما صلحش ماهيش قضية ابن عمي، ما تفوتش عليا، لأن كي يكون في الحكم تندم
وتولي تسب فيا ويسبوك الناس على اللي فوطيت على ابن عمك. هذه وصيتي للناس كل، وبحكم تجربتي تاع سنوات طويله. نجيو المسألة التالية، هي مسألة المغرب. شقيقة الجارة، أنا ولد خيمة، أنا ولد خيمة، سنوات عدة، وطائفة، حاشا ماشي كل، طائفة من المغاربة يسبوا الجزائريين ويسبوا الجيش، ماهوش غير الجنرالات، الجيش والرموز تمسخرتوا بالشهادة، وكنا ما هضرناش وما درناكمش لي فيديو وما قصنا لكمش مئات والالاف تاع لي فيديو في اليوتيوب. حنا عطات عليا حصة انا مش داخل فيها، وهذه القناة اللي هي الشروق عادي خدمتها انها كانت تستدعي شخصيات. حنا ما يقولوناش واش دا يخبرونا، حنا يعيطوا لك سياسي تحتمل الاسئله. عرض عليا صوره، قلت رايي الخاص ولا تظنوهش ضعف، اني اللي نهضر مع المغاربه جيراننا، والله ما كنت اريد الاستهزاء، والله ما عنديش خوف، انا في الجزائر تبارك في المغرب، ما عندكوش حاجه تخوفني. يخوفني غير ربي، ما عندكوش حاجة، كل شي قلتوه تبيتوني شتمتو طعنتو لن تغيروا المسألة من شيء. هاك كملت فيديوهاتكم اليوم، نقدر نرد كل إساءة بالإساءة، وتكملوا كيما راك، نكون وحدي يولوا ملايين الجزائريين يديروا دي فيديوهات على الملك، وتولوا نتوما جماعة القليلة اللي راكو تروجوا ضدي أنا، تولي نتوما سبب الملك باش يطعنوا فيه الناس في شرفه وعرضه وفي رموز المغرب. سنوات انا عمري ما قلت، عرضت عليا قضيه قلتها برايي، مانيش باغي الاهانه، انا من الناس اللي كنت نقول حلوا الحدود، مانيش نطلب منكم، بيني وبينكم دين، انا من الناس اللي قلت التطبيع يضركم ويضرنا. انا معتقد باللي رب العالمين قال على اليهود، قلت يضركم ويضرنا للطول، احنا جيران، تقولوا تربط بيناتنا العادات والتقاليد والدين والاخوه، عمري ما هضرت. رايي نقول قلته، مانيش قاصد الاساءه، لو كنت قاصد الاساءه انا لساني طويل ونقدر نقول كلام كبير جارح. ما طعنتش في العرش العلوي، ما هضرتش على الملك ولا على الشعب ولا على الفقر ولا 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 ولا، ما سكت. نتوما تحزمتوا، وراني نقول للسيد الملك، كاين ناس مغاربه راهم يسبوني انا ويسبوا جزائريين، ما يبغوكش، باغيين باش حنا نردوا الاساءه بالمثل، ونشوهوا لك صورتك ونطعنوا فيك ونطعنوا في شرف العائله، معوش بيهم حبا فيك، باغين يخلونا نردوا الإساءة. خلاص قلتوا فيا اللي قلتوه، الفقر باش يعرفوا الجزائريين، في حصة تلفزيونية في قناة البلاد في الجزائر كنت نهضر على الفقارة. في السبعينات ما كانش كاين البنان، الناس كانت لاهية في رواحها، البلاد خارجة من حرب. في السبعينات انا من مواليد 62، جراني كبير، قلت الناس ما كان ماكلاش البنان، ماشي غير من جماعتي، غير الفقراء اللي كيما انا، ماشي كاع الناس، ماشي كاع الجزائر. فرنسا كانت تاخذ رزق الجزائر بما فيها البنان وتديه فرنسا، معروف. بصح الفقر ما يديروش عليه لي فيديو، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا كان فقير، ابتلاه ربه بفقر، ماهوش عايب. كون قلت لكم انا في التلفزيون بلي انا كنت عايش خير من الفقراء، كون راكم ثاني درتوا لي فيديو وتقولوا هذا الجبروت، هذا اللي يذمش الفقراء،
هذا اللي يطيح الفقراء، اللي عاير الفقراء وراه برلماني. واحمد الله تعالى انني طلعت بالطبقه الفقيره، وهذا شرف. واعرف نوع عنكم ما هو شيء. يعني ناظر على السبعينات كانت الناس لاهيه في رواحها. في ذاك الوقت البنان كان من الكماليات، ما كانش من الاساسيات. انا ولداني كيما كنا في الفقر. وين راه العيب؟ الفقر دارها ربي كتب علينا. علاه ربي ما دارش الرسول صلى الله عليه وسلم برجوازي؟ علاه ابتلاه بالفقر؟ ولكن كان ياكل بما تشتهي الانفس. هذا رب العالمين، ربي عنده حكمه. اليوم نحمد ربي، سنوات راني نحمد ربي. بصح عيب ديروا على الفقر، ديروا عليه دي فيديو كانكم متضامنين مع الملك. الرموز ما خربناكمش فيها، عمرنا ما قلنا كلام طايش عليكم. في حين سبيتوا الشعب، في حين درتوا لي فيديو على الجيش وعلى رئيس الجمهوريه، ما تقولوا ليش درنا على الجنرالات. جنرالات فاسدين كانوا عندنا وعندكم. وانا من الناس اللي هضرت حتى ضد الجنرالات الفاسدين، بصح عمري ما هضرت عليكم انتوما. انتوما ثاني عندكم الفقر، انتوما ثاني عندكم اللي مخرج الطريق، بصح ما بغيتش ندخل روحي فيكم. حنا عندنا جنرالات ولاد الحلال كانوا اللي خارجين الطريق في كل القطاعات، لان غدوه ندي غيجبر ونروح لربي. انتوما ما بغيتش نهضر عليكم. علاش تطعنوا في الجيش؟ قلنا الصحراء الغربيه سيدي احنا خطينا بينكم الامم المتحده. عرفتوني انا هضرت عليكم السوء. جات هذه الحصه من اختصاص القناه، انا جاوبت حسب اللي عرض عليا، بلا ما ندير بلي اسيء. عندكم تغلطوا تحسبوا بلي خايف، اصلا ما نقدرش نخاف، لان بيني وبينكم بيني وبينكم قدام. تجيو هنا تديروا مرتزقه كيفاه؟ انتم راكم غالطين، سبيتوا وكملتوا. واش باغي تقولوا عاد؟ طعنتوا في والدينا والله يرحمهم. وين راكم باغي توصلوا؟ توصلوا انكم باغي تردوا الجزائريين يسبوا الملك والعائله الحاكمه ورموز المغرب. حضركم باغينا؟ باغي نردوا الاساءه بالاساءه. انا اليوم مانيش باغي ندير هذا الشيء، راني خايف. واه شكون اللي مخوفني؟ لا رئيس الجمهوريه ولا الملك، انا اللي خايف من ربي. اش ما تقولوش دار الفتنه، سبيتو، درتو الفيديوهات، حتى شفت واحدين يحرضوا ناس احزاب يقولوا لهم انتوما كنتوما اللي تعارضوا، على ما تردوش اذا انتوما عملاء. تتحرضوا الناس باش يديروا لي فيديو باش يردوا الاساءه. اذا انتوما باغيين تزيدوها. الخاسر شكون؟ هو الملك. غادي تخلوا الناس يولوا يديروا عليه لي فيديو ويسبوه ويسبوه له ويسبوا العائله المالكه ويسبوا رموز المغرب. علاش؟ راني قلت لكم ما راني خايف من الجنرالات ولا من الرئاسه. انا راني باغي نصفي بيني بين ربي. انا قلت هذاك دون لوتوماتيزم. واش اعتقد ما فيك سالي لا الجنرالات؟ عيب اصلا تقولوا الكلام ده. غير اللي هضر تقولوا له الجنرالات. على حنا ولاد الشمايت كل واحد عنده احترامه. وانتوما ما بغيناش نطعنوا فيكم لا في الملك ولا في الجنرالات ولا 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 احتكاما قول ربي. خوفنا من الفتنه. اذا اللي يبغي الملك صاي كملنا السب، زعما كيتسبوني وتعايروني، واش غيروا في ملك الله؟ واش غادي تغيروا في ملك الله؟ والكلام اللي قلته انا قالوه فيكم ناس في العالم والفيديوهات تاعكم، وعمرنا ما بارطاجيناهم، ما نشرناش كلام السوء اللي ينقال على الملك وعلى بعض المسؤولين المغاربه وعلى الجيش المغربي بما فيهم مغاربه. انا عمري ولا نشرتهم لكم، عمري ولا زكيت السوء، حفاظا على الاخوه. احنا في شريط حدودي، واه
الجار وصى عليه ربي واه، على هذا الاساس راني خايف من الرب. الجيش الوطني الشعبي حنا تاني ولاد ولاد الجزائر نبغوا جيشنا، وما ناش باغينا يكون ظالم كما انتم عندكم عقال بيبغوا جيشهم وما يبغوا جيشهم يكون ظالم. بيناتنا الصحراء نقول لك وخليها الامم المتحده، اش بينا وبينها زين؟ بصح انتم علاش ما فيكمش ناس قالوا للمغاربه اللي داروا لي فيديو على رئيس الجمهوريه ولا على الجيش ولا على الشعب وعلى الشهداء، خاصة الشهداء خلاص ما تكون عرفتوا واش قلتوا ولا والو، علاش ما نهيتوهمش؟ علاه الملك ما دارش قرار ينهيهم؟ وانا والله ما كنت بغير نرد الاساءة، بصح هذا الشيء سابق قبل الحصة اللي درتها انا، علاه ما نهيتوهمش؟ اذا شكون اللي بدا الظلم؟ شكون اللي بدا الظلم؟ نعاود ونقول مانيش باغي نرد الاساءه بالاساءه، نقدر اليوم نقول كلام ساقط، لانه كيف حينما تتحد تولي تطعن فيا وفي في 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 والديا تم خلاص، ما بغاليش هضره، بقى نرد الاساءه ونقول كلام جارح. خفت من ربي، اصبر واحتسب، خفت من ربي وخفت وعرفت باللي كاين، دخلت لصفحتي 1,700,000 مغربي يديروا لي كومونتير تاع التطياح وما يقولوش منين، باش الجزائريين يحسبوا باللي الجزائريين راهم يسبوني. راني في 13 عام، الصفحه عندي راها في 7 سنين في 1,000,000 تسبني 100,000، 900,000 في الجزائر ما يسبونيش. ساكين الخطر هجم، باينه باللي ذباب، باينه باللي ذباب. اللي باغي يحافظ على المغرب واللي باغي يحافظ على سمعه الملك ما يزيدش يجرح في الناس، ما تزيدوش تجرحوا في الناس. غاتكم الحال على الملك من حقكم، وعلى احنا مطلوب نغيضنا الحال على الجيش. ما تقولوا ليش الجنرالات يحكموا فيكم، الجنرالات ساقطين فيهم اللي بالحبس. روحوا شوفوا فيديوهاتي، انا رئيس الجمهوريه وانتقدته في عز ايامه 2016، ما عمري ما كنت خواف، كنت انسان وسطي ماشي جايح وخشماته. فيكم اللي سبني باش انا نسب الملك، ماشي حبوا في الملك كنت تسبوني. وانا راني نقولها لكم، الجزائريين يعرفوا راني نقولها بصوت عالي، انا ماني لا مرتشي لا خاين لا من عائله تحرك، الحمد لله رب العالمين. اذا حفاظا على الاخوه، واش قال رب العالمين؟ اخطو الجيش، اخطو الشعب الجزائري، اخطو الرموز، وحنايا نماثلكم بالمثل. هذا هو الدين والاخوه. وقلت لكم على اسرائيل، حتى المغاربه غاضبوا الحال، ماشي كاع ولكن غاضبوا الحال، خايفين منهم، واه يديروا يجيبونا غير الشر ويجيبوا لكم الشر ويديروا لنا العداوه والخصومه بيناتنا. مانيش باغي نرد الاساءه، الاساءه اليوم لا، راني نقول لخوتي باللي نقدر اليوم قلتوا فيا ودرتوا لي فيديو، اليوم جات تورتي، هذه النوبه نتاعي، نقدر نسب ونعاير وما نخلي حتى واحد. وكي تزيدوا تسبوني الجزائريين يغيضهم النيف، واللي راه معايا واحد وزوج نولوا في ملايين، وعلمها عند ربي، ثم لا غالب ولا مغلوب، كل شيء خاسر، كل شيء خاسر، لا الجيل الجاي ولا حتى حد يستمتع. عندكم ناس عقال وتحيه ليهم مغاربه قالوا لي يا ودي خطينا من الفتنه، ولي فيهم جزائريين قالوا لي ودي خطينا من الفتنه، فيهم اللي ذكرني بقول ربي، واليوم ساحتكم لقول ربي، ما غاديش نعاير وما غاديش نجرح، ونقول لكم الله يهديكم ويهدينا، الله يهديكم ويهدينا. قولوا لدوك الناس اللي راهم يضلوا يديروا في الفيديو
وليسكاتش فيديو ويجرحوا فينا ويسبونا ويعايرونا، لن تغيرونا من ملك الله من شيء. ما اصلا ما نقدرش نخاف منكم، لان اصلا انا بعيد عليكم. وهاد لا تكنولوجيا اللي نهضر فيها درك ما تقدروش تمنعوها. عندنا العلماء الجنون اللي ما تقدروش تبيراطوني ونفوت الميساج نتاعي ونديرها لكم في اليوتيوب، ومعروف على صفحتي، صفحتي فيها مليون، ونحطها في اليوتيوب يولي فيها 20 مليون. ما هي لا مليح حالكم تبهدين ولا مليح لينا. ثم ثاني تعاودوا ديروا دي فيديو وين مخرجوها؟ علمها عند ربي. ولكن دي ما يقولش كيما هاك. انا كنت نقول لكم ودي باسم الدين والاخوه، عما كان لا نجيبوا اليهود واسرائيل، اليوم راني نطبقها على روحي. مانيش باغي نقلل من قيمتكم. تاثرتوا على الملك وانا قلت كلام عادي بالنسبه ليا، من حقكم، من حقكم. الملك عندكم رمز، من حقكم. عندكم طقوس، من حقكم. ما تبغوش اللي يضحكوا، من حقكم. ما تبغوش اللي يسبكم ويشتمكم، من حقكم. والعكس، من حقنا نغيروا على جيشنا وعلى شعبنا. ما تقولوليش نعاود ونرجع، خاطر شفتكم تستعملوا كلمات الجنرالات. جنرالات الفاسدين لا عندكم ولا عندنا ما نبغوهمش. نهضر على ضباط وجنود ولاد الحلال، ونهضر على ولاد الحلال والاطارات النقيه عندنا من الشعبي التحتاني ديال الفوق، كما عندكم من الشعبي ديال تحت. فساد عندنا وعندكم. جهنم خلقها ربي للعالم كل، ما خلقهاش غير لدوله معينه. جهنم والجنه هذا رب العباد. اذا احتراما للشعب المغربي، واحتراما ليكم، واحتراما للملك، واحتراما واش تامنوا به. راني باغي ندير خصله تاع رجال درك، ما ندخلوش في شكون غالط. داريني انا غالط، قلت لكم تاني انتوما درتو حوايج، ولم ما كنتش باغي نرد الاساءه. صرات حاجه كيما نهار عرضت عليا جاوبت بوش انا قانع، ولو ان ناس فاتين قبلي وما عمري ما بخرت بهم ودرت فيديوهاتهم باش ننشرها في اليوتيوب للعالم كله. اذا اللي باغي يحافظ على الملك ورموز الشعب المغربي يخطيه من السب والفيديوهات تاع العار. هاني اليوم انا كنت نقدر ندير فيديو تاع عار، كنت نقول نقدر نقول كلام جارح ونعرف الصوالح، بصح لا، ربي ما يبغيش. ما هوش خايف، بعد حاجة حتى حاجة تخوفني. أنا ما نخاف لا في الداخل ولا في الخارج، إنما صح نخاف، صح نخاف، نخاف من ربي وما نقدر ندلق حتى الواحد وماني نادم حتى. قلت لكم عرضت عليا قضية، جات بوش نخمم أنا. ما هوش أنتم اعتبرتوها إساءة، قلت لكم من حقكم تقولوا لي الإساءة بديتها أنت. قلت لكم راك بداو جماعتكم قبل، علاه ما نهيتوهمش؟ راكو عارفين واش كي تهضروا على الشهداء وتقولوا مليون لقيط في اخباركم ولا والو، راكو تستفزوا حتى اللي كان معاكم، حتى اللي كان من الجزائريين معاكم ويبغيكم ولا ضدكم. استفزيتوهم، قلتوا كلام واعر واعر وراه غير الحرب. الناس ضبطت النفس، لانه ما جاش من كل الشعب المغربي، ما جاش من المغاربه كامل، وبالتالي ماهوش قياس. نختم بهذه، انا قلتها في شحال مره ولكن اليوم تصلح. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. ما تقولوش بلي راك وليت تعرف الدين، يا انتوما اللي راكم كلنا نقول حاجه وانتوما تقولوا الضد. خافوا ربكم، راكم تضروا الملك والشعب المغربي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال كفوه عن الظلم، كفوا الظلم عندكم ونكفوا الظلم عندنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله يفرقنا بلاد نوب.